السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة مع الأستاذ الدكتور محمد برباب، رئيس هيئة الإعجاز بالمملكة المغربية. الإعجاز في خلق الحيوان المنوي، وهذا ما لم يكن ليقوله رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في القرن السابع الميلادي. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ونحن نعلم أن خلق الحيوان المنوي والخلية البيضية يتم بحسابات دقيقة جدا. هذه الحسابات التي تنطلق من عدد 46 صبغي عند الأب والأم إلى عدد 23 عند يعني في الحيوان المنوي، وعدد 23 صبغي عند الخلية البيضية، ثم يلتقيان ليشكلان من جديد هذه الدورة التي يعني هي دورة ثابتة منذ آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، ولا يمكن أن تتغير. ثبات ولا تطور في حسابات الحيوانات المنوية. ثم في سورة الطارق يتكلم القرآن عن تدفق يعني الماء من بين الصلب والترائب، وهذا الذي اكتشفه العلم الحديث بأن التدفق لا يوجد فقط عند الرجل، ويوجد كذلك عند المرأة من خلال لوفيلاسيون ليكسبلوزيون دو لوفير، انفجار المبيض. وهذا أمر يعني بالإضافة إلى أن الآية تقول خلق من ماء، ولم تعد الماء لا للرجل ولا للمرأة، لأن الذي كان سائدا في الفكر البشري حتى أواخر القرن التاسع عشر أن الرجل وحده أو المرأة وحدها يعني يعطيان الجنين، وهذا خطأ. ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لون ماء المرأة يعني البويضة، لون ماء المرأة أصفر، لون ماء الرجل أبيض ولون ماء المرأة أصفر. وقد بينت الآن يعني الرؤية المجهرية للخلية البيضية من خلال دراسات يعني عالية جدا نشرتها يعني صحف دولية متخصصة، بأن البويضة لوفيل لونها فعلا أصفر، كما أشار إلى ذلك الحديث النبوي الشريف. هذه رسالة لمن يتهجم على حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم النطفة الأمشاج التي وردت في القرآن والسنة كذلك، يعني هي مسألة كما قلنا نطفة مكونة من ماء الرجل وماء المرأة، كما تشير الأحاديث وتشير الآيات، وهو سبق يعني مصطلح قرآني لم تكتشفه البشرية إلا أواخر القرن العشرين، لأنهم كانوا يظنون بأن الولد يخلق يعني كقزم عند الرجل وعند المرأة. ثم يعني جنس يعني التسابق الجيني يأتي بعد الإخصاب، التسابق الجيني يأتي بعد الإخصاب، وتشكل يعني التمايز الجنسي يأتي بعد الإخصاب، وهذه نقطة لا يمكن أن يقول بها الآن ونحن نعيش في القرن 21 إلا يعني متخصص كبير في علم الأجنة، لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول يعني أذكر أم أنثى، يعني وهذا بعد يعني 40 يوم الأولى، إذا مر بالنطفة، هذا نص الحديث، إذا مر بالنطفة 42 ليلة أرسل الله إليها ملكا فصورها وشق سمعها وبصرها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى. والعديد من الناس يظنون بأن الذكر والأنثى يتحدد فقط في يعني عند التقاء الحيوان المنوي بالخلية البيضية، وهذا يعني لا ليس كافيا، بل يعني التمايز الجنسي يتم بعد 40 يوم كما هو في الحديث في الحديث النبوي الشريف، وقد يعني تطرقت لهذا سابقا في دراسات أخرى، وهذا إعجاز علمي في الحديث النبوي الشريف.